ومواصلة للدعم الشبابي الذي يحظى باهتمام عال في المحافظة، أقامت منظمة تحرير ندوة حوارية بتكريت بهدف مناقشة أسباب وسبل توفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستثمارات الهادفة لنهضة المجتمع واستقطاب الخبرات والأيادي العاملة المحلية. حضرنا اليوم بدعوة من جمعية التحرير لحضور الجلسة الخاصة بمعالجة الاحتياجات المتعلقة بالشباب والتطوير الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية للشباب في محافظة صلاح الدين، وكانت هناك محاور عديدة في المساهمة الشباب في تطوير محافظة صلاح الدين وكيف تنمي مهارات الشباب عن طريق المنظمات أو عن طريق الحكومة المحلية أو عن طريقات الوزارات التي تهتم بعمل الشباب. وجدنا الكثير من المعوقات في مجال الشباب في محافظة صلاح الدين. نحن نعرف أن محافظة صلاح الدين محافظة متأخرة تقريبا في كل شيء، حيث أن لا توجد هناك فرص عمل للشباب، لا توجد مصانع، لا توجد أدوات استثمار سوى في المجمعات السكنية، وهذا بحد ذاته يعني موضوع عقيم، أنه أدى إلى عدم وجود مصانع أو عدم وجود اهتمام بالقطاع الزراعي من ناحية الاستثمار اللي هو اللي ممكن يخلق فرص للشباب. كذلك نقل الصلاحيات من الوزارة إلى المحافظات أدى كوزارة الشباب والرياضة اللي كانت مهتمة كثيرا في موضوع الشباب وكيف تؤسس مشاريع للشباب وكيف تنمي قدرات الشباب، نقل الصلاحيات حصر الصلاحيات بيد المحافظة، المحافظة غير ليس لديها القدرات التنظيمية أن تدير هذه الأمور، كون أن الوزارة قطاعية وتهتم بالشباب وتبادل الخبرات بين المحافظات، هذه كلها انتهت عند نقل الصلاحيات للمحافظات. إن شاء الله في هذه الورشة راح نقدم حلول، عسى أن تجد الإجابة من المسؤولين في المحافظة أو في الحكومة المركزية، مع أنه هذه الورشة المفروض يحضرها مسؤولين من الحكومة المحلية ليستمعون من الجهات الحاضرة لدعم الشباب، لكن مع الأسف لم يحضر أي شخص من الحكومة المحلية أو مجلس المحافظة.